هكذا كان اللقاء الأخير بين الأم الثكلة وابنها البكر الشهيد مصعب التميمي. الطفل الذي يبلغ 16 عاماً حمل على الأكتاف إلى مثواه الأخير في قرية دير نظام قضاء رام الله. وجع الفقد صعب، إنك تحس إنك فقدت بكرك، لسه البكر كل الأولاد نفس الإشي، بس بكرك فرحة عمرك صعبة جداً. يكفي إنه مات مقبل، رصاصة إجت هون. لما طلعت كنت خايفة إنه يكون، لما قالوا لي انصاب إنه يكون هو هارب. الحمد لله افتخرت إنه هو مقبل، مقبل غير مدبر، هذا فخر لي لحاله. معلمة الشهيد حدثتنا عن موهبة الطفل الشعرية رغم صغر سنه، ما زالت تذكر آخر بيت كتبه قبل استشهاده. كان يحب كثير البيات، كان يحب كثير مطار، وكان يعني في لما صلحت له امتحان، وآخر امتحان صلحت له يا امتحان الأدب، كتبت لهم اكتب لي بيت عن شعر الحماسة، كتب لي تقدم لأنك رمز الصمود، تقدم لأنك في الحرب رعب اليهود. كانت هاي الكلمات اللي ممكن إنه ما حدا ينتبه، لكنها كانت آخر إيش ممكن يحكي، وهزني كثير في موته. وكانت قوات الاحتلال أعدمت الطفل التميمي خلال مواجهة عنيفة شهدتها القرية برصاصة استقرت في العنق، نقل على إثرها إلى أحد مشافي رام الله، ومن هناك انطلق موكب تشيع عسكري لطفل دفع حياته فداء للقدس وعروبتها. نزار حبش، تلفزيون وطن،